مجددا أهلا بكم. بين الخارج والداخل يتوزع المشهد هذا الأسبوع، فإلى فرنسا التي استقبلته زعيما منفيا في العام 1991 يعود العماد ميشيل عون اليوم رئيسا للجمهورية اللبنانية حاملا ملف العلاقات المشتركة وهم إعادة النازحين. وفي الداخل شد الحبال الدستوري المطلبي النقابي حول سلسلة الرتب والرواتب مستمر. اليوم إضراب للاتحاد العمالي العام ونقابة المعلمين، وغدا جلسة لمجلس الوزراء لبحث المخارج الممكنة بعد قرار المجلس الدستوري. وبين هذه الملفات وتلك تبقى العين على الانتخابات النيابية وتحالفاتها وحركة الأحزاب والتيارات السياسية تحضيرا لها. هذه العناوين وسواها نفتحها اليوم على طاولة حوار اليوم مع مسؤول الإعلام بتيار المرد المحامي سليمان فرنجية. أهلا وسهلا فيك بالأو تي في. أهلا فيك حبيبنا. أنت ملفات كثيرة وشائكة ببعض الأحيان بتوصل لحل، بعد شوي نرجع منلاقي أنه الأمور معقدة. خلينا نبدأ من ملف الساعة، سلسلة الرتب والرواتب. بداية، لماذا تغيب الوزير فينيانوس عن الاجتماع اللي صار بنهاية الأسبوع؟ حقيقة حضور الوزير فينيانوس، اعتبر الوزير فينيانوس أنه ممثل إذا بدنا نعتبر بحلفائنا وعلى رأس الوزير علي حسن خليل بهيدا الاجتماع، لأنه كان في هناك ارتباط سياسي وكان في زيارة لعكار أنفية مع الأستاذ توني فرنجية، وكانت مكررة سلفا. العبرة مش هون، العبرة هي بالحضور أو عدم الحضور، إنما العبرة هي بأنه التعاطي مع الملفات بأكثر دقة. نحن بنعتبر أنه الموضوع أكيد حساس جدا. اليوم أنت موضوع سلسلة الرتب والرواتب أكرت، أصبحت حق مكتسب للناس. القانون اللي صار في تصويت عليه من قبل كافة قوى سياسية، قانون الضريبة يعني، اليوم ردوا المجلس الدستوري هذا الموضوع. نحن أمام مأزق. طيب هذا المأزق اليوم نحن بحاجة لحل. الحل بده يكون حل منطقي، حل براعي مشاعر الناس، براعي حقوق الناس، براعي وضعية الناس، براعي البلد، براعي وضع الإدارة، براعي إذا بدنا نعتبر الذهاب إلى الإصبع، نحط إصبع على الجرح. بمعنى أنه كيف يكون ذلك اليوم؟ أنه أكيد بنهاية المطاف اليوم إذا مبنى من خلال الضرائب المباشرة على الشعب أو غير مباشرة على الشعب، أو المد إيدنا لجيوب الناس إذا صح التعبير، اليوم في كتير ناس عم تحكي عن مصادر هدر، عم تحكي عن الفساد، عم تحكي عن كتير أمور العلاقة قادرة تغطي سلسلة ومئتين سلسلة. هلأ الذهاب إلى هذا الموضوع بده جرأة سياسية. اليوم هذا الشيء بيدفعنا نحن وياك أنه نناقش كتير من الأمور السياسية، تركيبة السلطة اليوم، تركيبة البلد اليوم، هل نحن نستطيع الذهاب إلى هذا الموضوع أو لا نستطيع؟ نحن برأينا نستطيع الذهاب إلى هذا الموضوع. اليوم أكيد بدي أحكي بالإطار الموضوعي. اليوم العماد ميشيل عون رئيس جمهورية، بقدر أقول لك لو في خصومة سياسية اليوم هو شخصية استثنائية اليوم موجودة بسدد رئاسة الجمهورية. نحن نتطلع، وسليمان فرنجية قال بطاولة التشاور اللي صارت بأسر بعبدة، أن نحن أنه بنهاية هذا يجب أن يكون عهد استثنائي، لأن هناك ثمة رجل استثنائي. السؤال الأساسي والمركزي في هذا الموضوع أنه أكيد نحن عم نحمل تراكمات قديمة تنكون موضوعيين، إنما الذهاب إلى هذا الموضوع يجب أن نناقش أنه هذا العهد، واقع هذا العهد، ماذا نستطيع أن نحصل من وراء هذا العهد، ماذا يمكن أن نجني من وراء هذه الشخصية الاستثنائية. هل أنجزنا خلال عام؟ نحن أمام مشارف عام، يعني تقريبا من بعد شهر على انتخاب الرئيس عون، ماذا أنجزنا؟ هل نحن أمام إنجازات سياسية؟ هل نحن أمام إنجازات اقتصادية؟ ما هي مكامن الفشل في هذا الموضوع إذا كان هناك ثمة فشل؟ يجب أن نذهب إلى نقاش موضوعي ونقد ذاتي بعيدا عن الكيدي السياسي وعن النقاش اللاموضوعي في هذا الموضوع. بموضوع السلسلة نضلنا فيه قبل ما ننتقل على الملفات الثانية، يعني كان لافت الطعن الذي تقدم به النائب سليم كرم، هل كان باسم تيار المرده أم كان يعبر عن شخصه؟ هذا الشيء كان يعبر عن شخصه. الموضوع لم يناقش مع الوزير فرنجي أو مع تيار المرده، وهو حر في هذا الموضوع يعني، ونحن نحترم موقفه، بس ولكن هذا الموضوع لم يكن على تنسيق مع تيار المردة. انتم كنتوا يعني مع سلة الحل التي تم التوصل اليها؟ نحن بنهي صادقين مع موقفنا، نحن نحن على شيء صوتنا نحن مقتنعين فيه، بس ولكن نحن امام مأزق. مش غلط اذا واحد عاد حساباته، مش غلط اذا واحد عاد نظرته للموضوع، اذا فكر بطريقه جديه اكثر. نحن تيار سياسي مؤمن بانه ومؤمنين، انتبه، من خلال اداء الوزير فينيانوس اقل له يعني، ادائنا ببين
خلال أداء الوزير عريجي، الوزير بسام يمين، الوزير يوسف السعادي، أدائنا الوزاري إذا صح التعبير. نحن بنعتبر أنه إذا ذهبنا إلى حل أو مباشرة لمكامن الهدر والفساد نحن مش منزعجين منه أبدا. نحن بنعتبر أنه إذا كان هناك قدرة على أنه نقدر نحل هذه المسائل من خلال هذه النقطة بالذات، كما يقول العارفون وكما يقول الاقتصاديون وكما يقول المجتمع المدني كمان بالتحديد، عم بيقول نحن قادرين نمول من خلال كثير من الأمور اللي هي أكيد بعد ما مدت إيد عليها الدولي أو إذا مفتشت عليها الدولي. اليوم نحن أمام واقع أنه السلسلة ربما الحكومة غدا ستأخذ قرارا بإرجائها لأنه تتأميل التمويل. بموازاة ذلك هناك ملف الموازنة، يقال أنه بالتقرير الذي وضع حول الموازنة هناك تسليط ضوء على الكثير من المكامن الهدر ووفر بحوالي 1000 مليار أو 1400 مليار مثل ما قال رئيس لجنة المال والموازنة. هل أنتم يعني ستعتمدون هذا الخيار إذا لقيتوه واقعيا وتصوتوا معه بالهيئة العامة؟ طبيعي نحن أنه بنهاية المطاف نحن عامل توافق بالدولة، عمل توافق ولكن على مبادئ سياسية سليمة وعلى مبادئ عامة سليمة إذا صح التعبير. بس ولكن نحن اليوم أي مقاربة من أي طرف آخر بتأرجينا أنه فعلا نحن قادرين من خلال وفر معين أنه نقدر نمول السلسة أو تكون جزء أكيد من الموازنة، نحن أكيد نحن جاهزين لنكون إيجابيين في هذا الموضوع. يعني نحن لا نطرح إذا بدنا نعتبر أنه نحن بنهاية هناك عهد آخر، بالنهاية أنه في مكان ما نحن يعني خارج إذا بدنا نعتبر واقع هذا العهد بتركيبته الحقيقية ولو كنا ممثلين بالوزارة، ولكن نحن بالنهاية هموم الناس وحقوق الناس ده حق طبيعي، وبنعتبر شو فينا نحن مثل بيقولوا النص مع كافة القوى السياسية من أجل حل هذه المسألة الجوهرية، نحن جاهزين لهذا الموضوع. يعني هذا حق طبيعي بالنهاية للناس، وشغلتنا نحن بالنهاية كممثلين للشعب بجزء معين وكحاضرين بمجلس الوزراء أن يكون لدينا رؤية معينة إيجابية أكيد كحال التطور اللي عم نشوفها نحن اليوم بالبلد لحل هذه المشكلة الجوهرية. شو رح يكون موقف تيار المرض على طاولة مجلس الوزراء غدا؟ يعني كان يفترض يكون في جلسة اليوم ولكن على ما يبدو لم تنضج المخارج، تحتاج إلى مزيدا من المشاورات. هذا الموضوع نحن يخضع المشاورات. يعني نحن اليوم إذا بتشوف أي طرف سياسي اليوم بالبلد اليوم ما عنده رؤية لحل موضوع السلسلة، انتبه اليوم هذا الموضوع يخضع للمشاورات. رؤيتنا نحن رؤيتنا بالنهاية أنه هذه السلسلة حق طبيعي للناس وحق مكتسب للناس، وبطبيعة الحال اليوم إذا منروح للغة القانونية أنا كمحامي بقدر أقول لك أنه هذا أصبح حق مكتسب للناس، وبالتالي العودة إلى مجلس الشورى الدولي من قبل أي متضرر من هذا الموضوع أكيد بطبيعة الحال يربح الدعوة. من هالمنطلق نحن بدنا نتعاطى بهذا الموضوع أكيد بمنطلق يعني بمنطق عصري، بمنطق قانوني، بمنطق دستوري إلى ما هنالك من أمور، والتعاطي مع الشعب وكأنه هو جزء من هذه السلطة وليس أنه هو كطرف. هل أنتم مع تعليق العمل فيها ريثما تتأمن البدائل المالية، أم لأنه في ضغط بالشارع يجب أنه نحتكم لرأي الشارع كيفما كانت النتيجة؟ لا يعني بالنهاية القوى الشعبية اليوم الموجودة النقابات وكل المعترضين في الشارع بطبيعة الحال أكيد يجب أن يكون عندهم ثمة تعاون في هذه النقطة الجوهرية. الدولة أو السلطة التشريعية كمان أقرت السلسلة بالنهاية وكانت إيجابية في هذا الموضوع، وبطبيعة الحال هناك حقوق تعترف بها الدولة والمجلس النيابي أقر هذا الموضوع. بطبيعة الحال مزيد من التعاون مش غلط إذا صار أكيد للخروج مثل ما بيقولوا الخروج بحل موضوعي. هلا اليوم اللي صار انا بنظر له ونحن بننظر له انه حاله حضاريه جدا انه مجلس الدستوري اليوم ينظر بالنهايه، وهذا محل احترام بالنهايه مثل ما قال الرئيس نبيه بري انه ينظر بهذا الموضوع، يعتبر انه عدم دستوريه القانون. يعني بالنهايه هذا الشيء من العمل الراقي بالدوله اللبنانيه اللي نحن اكيد عم نطلع له. صحوه متاخره البعض وصفها لانه صحوه من المجلس الدستوري متاخره لانه قبل يعني لم يقم بعمله. البعض حاطت الامور باطار سياسي، هل ترى انه السياسه دخلت بهذا الملف ام لا هي خطوات يعني دستوريه طبيعيه مسار بمعزل عن كل ما يدور؟ لا اليوم اذا ما بدي كنت طباوي بالكلام انا بس، ولكن اذا كان هناك ثمه روح انا معك دغري، اذا كان هناك ثمه بصمه من العهد في هذا الموضوع انه يكون هناك استقلاليه للمجلس الدستوري اكيد هذا محل احترام.
إذا كان هناك ثمة أمور في هذا الموضوع. بس ولكن أنا أقول في هذا الإطار أنه ما فينا نجي نحن نعتبر أنه بحققه المجلس الدستوري هو انتصار سياسي لأي فريق سياسي. لا بعد عم يخدها بالإطار الثاني أنه المجلس الدستوري قبل الطعن من أجل بالعكس يعني تكون في مشكلة معينة على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، يعني ليس العهد المستفيد ولكن من يريد تنفيسه معين. لا خلينا نكون إيجابيين، خلينا نكون إيجابيين ونعتبر أنه آخر شيء المجلس الدستوري قام بواجباته بهذا الموضوع بغض النظر عن رأينا القانوني بالنهاية في هذا الموضوع، بس ولكن أنه شيء إيجابي اللي صار. هلأ اللي نحن بنقوله بهذا الإطار أنه نعتبر أنه هيدا إنجاز لفريق على حساب فريق آخر، هيدا خطأ أو هيدا سجل على حساب المجلس النيابي، وكأن هناك إذا بدنا نعتبر ضربة لهيبة المجلس النيابي أو لطريقة التعاطي في المجلس النيابي، كمان هذا أمر خاطئ جدا، لأنه كل الأفريقاء السياسيين صوتت على هذا القانون، وكل الأفريقاء السياسيين صوت على قانون الضريبة، وبنهاية المطاف مثل اليوم عم بيصير بقانون الانتخاب وهلا بنحكي لك عنه، بالنهاية الكل يجب أن يعتبر أنه هيدي حالة دستورية أو حالة قانونية أو حالة ضمن سلطة سياسية مستقلة، مش سياسية، سلطة مستقلة كمبدأ فصل سلطات، وقامت بدورة المنوط فيها. التعمق في هذا الموضوع أكثر بالنهاية بضر ما بيفيد بهذا الموضوع، ونحن نعتبر أنه الجميع يجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الموضوع، وليس هناك من مهزوم في هذا الموضوع. من أوصل الأمور فعليا إلى هذا المثار؟ ألم يكن يعني بالأجدر كما قال رئيس الجمهورية بالسابق، كما كان في أراء لعدة أفريقاء تانية، أنه تكون الموازنة قبل سلسلة الرتب والرواتب لتعرف الدولة شو إلها وشو عليها تما تفوت بالمأزق اللي هو ماشي لهون؟ نحن بالنهاية المشكل هو مشكل إيرادات، خلينا نكون واضحين. هلا منطق بالقانون انه يكون من ضمن الموازنة اكد عليها المجلس الدستوري، حتى الرئيس نبيه بري نكون واضحين كان كمان عنده هيدي التوجه في هذا الموضوع ان يكون من ضمن الموازنة. بس ليش استعجل الدعوة لجلسة للسلسلة قبل اقرار الموازنة طالما شايف انه الموازنة صارت على الاخر وفعليا انتهت؟ يعني حقيقة هلا اليوم نحن عم نفوت اذا بدك نعتبر هذا الموضوع وكانه انت نحن عم نسجل نقاط على بعض بالسياسي. لا عم نستفسر انه لا بهذا الموضوع، لانه نحن بالنهاية كل التيارات السياسية مشت بهذا الركب، وبالنهاية اذا كان الرئيس بري هو دعا لهالجلسة دي فيك ما تتجاوب معه كقوى سياسية، وكان في رئيس جمهورية يمارس حقه الدستوري مثل ما مارس حقه الدستوري بالسابق بهذا الموضوع. بس ولكن الطرح هو طرح موضوعي، وبقول لك شغله صغيره انه بترصد موقف الرئيس بري بهذا الموضوع كان ضمن هذا الاطار. بس ولكن السؤال المركزي في هذا الموضوع انه هل تامنت الايرادات؟ هون السؤال، حطيناها بالموازنه او لم نحطها بالموازنه؟ السؤال هل تم اتفاق على ايرادات معينه؟ هون الجرأة الاساسيه بدها تكون تنقول انه في رئيس جمهوريه استثنائي اليوم موجود بده يقول في مكان من هدر، واكيد عنده دراسته وقراءته للملفات. يعني انا ما بقدر انظر لرئيس الجمهوريه الا هداك الرجل اللي واقف بالرابيه على المنبر وكان عم دفع عن حقوق الناس. أنا ما بقدر غيب عن راسي هيدا المشهد. أنا هيدا المشهد إذا بدي إشي بجسده بأنه هذا هناك ثمة رئيس جمهورية اليوم موجود بهذا البلد، نقدر نحن نجي نقول مفترض على رئيس البلاد أنه اليوم بيكون عنده قراءة موضوعية لهذا الموضوع، شأن أكيد الإبراء المستحيل اللي هني أكيد عنده نظرة في هذا الموضوع، عنده خبرة في هذا الموضوع، يقول أنه نحن بالنهاية ما منصوت على قانون ضريبي لأنه في مكان من هدر هون وهون وهون، وبطبيعة الحال المسلم نتيجة سياسية نحن أنه أخيد رئيس الجمهورية يسلط الضوء على مكان من الهدر على مكان من الفساد، ويقول أنا بمشي بضرائب جديدة على الناس، إنما نقدر نجيب الإيرادات من هذه المكامن. هذا الأمر لم يحصل، وهون النقطة الأساسية اللي نحن بدنا نجي نفكر فيها بالإطار الموضوعي ونستدرك الخمس سنوات المتبقية من عمر هذا العهد تنقدر نقول نحن أنه نحن قادرين نستفيد من هذه الشخصية. إنما بس ما يحصل اليوم كيف لم ما أنت عم تقول أنه رئيس الجمهورية لم يسلط الضوء ولم يسلك هذا المسار، كيف يكون ذلك وهو جمع الكل بمؤتمر اقتصادي ببعبدة، طالب بموازنة قبل السلسلة، عطى التوجه للجنة المال موازنة بالعمل الرقابي الإصلاح اللي قاموا، يعني خلق مسار معين يتحمل هو المسؤولية أما انعرق لهذا المسار؟ بدي سوي بنقطة أساسية مهمة كتير، أنا لم أحمل رئيس الجمهورية المسؤولية، إنما أنا أطلب استفادة من هذه الشخصية الموجودة اليوم، لأنه نحن عم نعتبر اليوم أنا إذا بدي أتخيل البلد اقتصاد البلد اقتصاد البلد وواقع البلد إذا يشبه رئيس الجمهورية اليوم نحن أمام سويسرا الشرق، أنا هيك بشوف. بس ولكن أنه اليوم إجي اعتبر أنه انطلاقة هذا العهد والواقع الاقتصادي اليوم بالبلد يشبه العماد ميشيل عون، بنكون عم نتجنى على رئيس الجمهورية، مش مزبوط اليوم هذا اللي عم نقوله نحن. طيب تعالوا نبرم على السبب في هذا الموضوع. نحن إذا إجيت قلت لك خي جابرييل أنه بدنا نجي نبرم على هذا السبب، ما تعتبر أنه هذا الموضوع من قبيل الإداني أو إلى ما هنالك، إنما هذا من قبيل النقاش
الموضوع. طبعا هي مسؤولية مشتركة بين كل الناس. نحن كتيار سياسي اشتغلنا بالنهاية مع التيار الوطني الحر، اشتغلنا مع العماد عون بفترة معينة، ونحن ندرك تماما حقيقة هذا الرجل بالنهاية. هو اليوم موجود بالسلطة، برجع بقول لك موجود بالسلطة، وبالتالي يجب أن نستفيد من هذه الشخصية. هلأ عدم الاستفادة من هلأ لا، من يعني بفترة السنة السابقة بده يكون محل نقاش موضوعي، وهذا النقاش الموضوعي يجب أن يكون نقاش موضوعي مجرد جريء، يجب أن يكون محل نقاش في هذا الموضوع ضمن أكيد ضمن التحالف السياسي الاستراتيجي الموجود نحن فيه، ضمن التحالف الوطني، ضمن الواقع الوطني بشكل عام، ضمن مؤتمر وطني معين، إنه نحن نقدر نجي نستدرك ما تبقى من هذا العهد في هذا الموضوع، لأنه نحن قطعنا سنة معينة، وهذه السنة إذا بنجي نحن بموضوعي بقول لك عم نفتش على الإنجازات، أكيد نحن إنجازات أكيد موجودة على صعيد الأمني، على صعيد الجيش اللبناني، على صعيد المقاومة اللبنانية، على صعيد المقاومة مقاومة حزب الله، بس ولكن نحن بالإطار الاقتصادي الاجتماعي المعيشي اللي بيهمه أمر الناس، نحن أكيد بعد لحد هلأ ما قدرنا أعطينا شيء للناس. بس نشير انه رئيس الاتحاد العمال العام بشار الاسمر عم بيقول انه يوم غد الثلاثاء يوم اضراب ايضا سيكون كمان. غير اليوم، علما بعد ما بينت قد ايه كان مدى الالتزام يعني بهذا الاضراب الذي دعي اليه، لانه على ما يبدو من الحركه السير ومن المحلات ما كان في كتير تجاوب، لا ما كان في كتير تجاوب مع الاضراب بمكان ما. اليوم اذا بعدنا عم نحكي بهذا الملف، على ما يبدو أنه حتى بالشارع العمالي هناك أفرقاء مختلفين، يعني بعدنا عم نحكي اتحاد عمالي العام بين جهة، هيئة التنسيق النقابية بجهة تانية، على سبيل المزاح يعني مبارح ملكة جمال لبنان قالت أنه خليوني وحده الشعارات لنشوف إذا بنمشي معهم. هل بتلاقي أنه حتى من يطالب الحركة المطلبية، من يريد من السلطة تصويب خياراته ومساراته، هو عم بيكون بمطرح معين طارح البدائل الجدية العملية الواقعية الموحدة بين الكل أم لا؟ يعني الموضوع لك، نحن نعتبر أنه الحركة النقابية بشكل عام، وهذا كان مطلبنا على طول ومطلب كل الأفرقاء السياسيين مش لوحدنا، طبعا نقول نحن وحدنا يعني بالنهاية أو جزء منه، لازم تكون حرة بطبيعة الحال، وأي انتخابات بتصير ضمن إطار النقابي لازم تكون حرة لسبب بسيط، أنه بالنهاية اليوم أنت فيك تكون متضرر من الوضع الاقتصادي وتكون تيار وطني حر، أو تكون تيار مرض، أو تكون كتائب أو قوات أو إلى ما هنالك، بالنهاية الشعب شعب والسلطة سلطة والتيارات السياسية تيارات سياسية أخرى، وبقى من هذا الإطار توحيد العمل النقابي وبالنهاية توحيد شعارات النقابية هذا أمر منطقي وطبيعي، اليوم هذا حق طبيعي وبالنهاية جو ديمقراطي، هذا بالنهاية عند اليوم البلد وقتها بيكون في رؤية المجلس الدستوري بالأمس ما يقوم بواجباته، النقابات عم تقوم بواجباتها، الاعتراض بالشارع هذا دليل عافية، هذا مش دليل ضعف أكيد. ولا دليل من هالمنطلق اليوم تدخل أي تدخل بشؤون النقابية هذا أمر خطأ، وتوحيد جهود النقابية هيدي توحيد الرؤية النقابية بشكل عام هذا مطلب أساسي جوهري موجود اليوم شايفة يعني في توحيد ولا؟ اليوم اللي عم يبرم ما يبين مش أكيد ما في توحيد بنسبة 100%، بس ولكن آخر شيء بالنهاية بدك ترجع بالمنطق استاذ جابرييل، هو نبض الناس مني ومنك ومن كل الناس، انه اللي عم بيصير انه هذا اليوم بالنهايه حق للناس، وبالنهايه اليوم انت اليوم ما نقدر نحن نجي نرجي شيء للناس اللي هي بدها اياه، يعني اكيد الناس فيني اقول لك شغله انه اليوم الناس مش عم تطلب شيء مستعصي، يعني بمعنى انه اليوم الناس عم تطلب من دولته شو عم تطلب؟ عم بتطلب تغير العالم اللبناني، او عم تطلب تغيير تحالفات سياسيه تحالفات استراتيجيه الى ما هنالك. لك خليني ارجع لك نقطه اساسيه، سليمان فرنجي وقت اجتمع بالرئيس الحريري بباريس حكي بكتير امور انه باستراتيجيا في شيء انا وياك ما بنتفق عليه، بس ولكن تعتا نقول الاشياء اللي متفق اللي بنقدر نتفق عليها، انحكى بكتير امور تتعلق ب 80% من امور الناس. توهم سليمان فرنجي بفترتها انه شو هذا الموضوع اللي عم يصير، شو اتفاق على رئيس بلدي او على رئيس جمهوري. المقاربه الموضوعيه اللي كان عندنا اياها الواقعي اذا صح التعبير بتاكد لنا نحن كرؤيه سياسيه كحزب سياسي بترأينا انه نحن ذهاب الى هموم الناس وحل هموم الناس اكيد بيريح الحياه السياسيه، وبطبيعه الحال اللبناني عنده الامور استراتيجيه خلص مسلم فيها ما بقى بده يناقش فيها، يعني مش عندك مثل حرب التحرير وعندك الى ما هنالك من امور، خلص العالم سلمت بالواقع الاستراتيجي، تعال نروح للامور اليوميه. الذهاب للامور اليوميه هو كان سر رؤيه سليمان فرنجي للعهد اللي بيشوفه هون بفترتها، يمكن اليوم اكيد الكيديه السياسيه ما كانت خلت الناس تقدر تشوف الرؤيه اللي عم بيشوفها سليمان فرنجي، وهذا الكلام اللي سليمان فرنجي كان مؤمن فيه حكي
بطاولة الحوار أو اللي صار بأسر بعبد التشاور أمام فخامة الرئيس. وكان عندنا رؤية نحن أنه نحن تعوا تنحل هالأزمة طالما في عهد استثنائي وفي شخصية استثنائية، تعوا نعمل الفرق مرة على طول ونحل هالأزمات كلها على بعضها بعض. انما برجع بقول لك خي جبريل، للاسف الواقع التعاطي اليومي في هذا الموضوع والنقاش اليومي بملف بكل ملف بملف، واذا بيجي بنقش انا وياك اكيد بنعتبر نحن عم نستنزف هذا العهد، وهذا امر كتير كتير خاطئ. ونحن مش بنكون نحن عم نضحك على حالنا اذا بنكتب نحن عهد انجازات، وان شاء الله يكون عهد انجازات وما بيكون هناك ثمه انجازات، لانه البروباغندا الاعلاميه ما بقى تنطلع على الناس ولا بتمشي على الناس. هذا واقع، هذا واقع اليوم موجود. أنا اليوم أو بكرة لو سامي فرنجي اليوم موجود بسدة رئاسة الجمهورية وجيت قلت لي تعت الناقش شو صار، أنا آخر شيء إذا ببرم لك ظهري بكون عم بخطئ، لأنه أنا بقي لي 5 سنين بعد إنه أنا أقدر أجي ناقش. هل طلبتم من رئيس الجمهورية إنه تجوا تفتحوا معي الموضوع؟ يعني بنعرف إذا ما رجع أشهر لورا كان في بطلع على القصر ما بطلع على القصر، مين بيحكيني مين بياخد السماعة وبيطلبني أو لهيدا، يعني عم الطالب بشيء صرت قايله أكثر من مرة، ولكن هل أنتم بوارد فعليا التوجه حرصا على هذه العلاقة الاستراتيجية اللي عم تسميها وعلى مصلحة العهد إنكم تفتح صفحة جديدة أو إنه تتوجه تقول يا فخامة الرئيس نحن ملاحظاتنا 1-2-3 إذا بتسمح منا هيدي ورقة بالمطالب هاي أو بس لا؟ أستاذ جبريل، سلامي فرنجية مثل اللي عميد عن فخامة الرئيس يمتلك الجرأة، وأنا وياك ما منتناقش بهيدي النقطة، يعني ما منتناقش بعضنا بهيدي النقطة. اليوم نحن إذا بدنا نجي نحن نفند الأمور نحن نطلع على شغلة كتير أساسية، أنه هناك ثمة من لا يريد أن تصطلح العلاقة بين سليمان الفرنجي وفخامة الرئيس والعهد. ونحن عندنا قناعة تامة أنه بعض المحيطين بفخامة الرئيس وبالعهد لا يريدون هذه العلاقة أن تستقيم بوضوح لأسباب ما بنقدر نحكي نحن عنها هلأ، بس ولكن عندنا إياها قناعة بذاتنا، مش ما بنقدر بنقدر نحكي عنها ساعة ما بدنا، بس ولكن هناك ثمة مصالح سياسية أساسية مهمة بأنه أن لا يكون سليمان فرنجية على صداقة مع العهد وبالتحديد مع فخامة الرئيس العماد عون. محيط سليمان بيك كمان مع ليما ليمي، إذا عم نقيس أنه بعض المحيطين بفخامة الرئيس عم سلم جدل باللي عم تقوله، ألا ينطبق ذلك أيضا على واقع من يحيط بسليمان فرنجي او على توجهاته؟ سليمان بيك بنته عمرها 10 سنين ما عنده صهر. هلا صارت القصه كلها لوك. لا الفكره هي اللي بدي اقول لك اياها، نحن هيدي العقده، نحن مش بس انه عقده المشكله كلها اذا الصهر والموضوع الشمالي والبترون مش لا لك شغلي، خلينا نرجع نحطها بالاطار المزبوط. نحن عم نقول سليمان فرنجي تم ترشيحه لرئاسه الجمهوريه. نعم سليمان فرنجي ما بدي اوضح نقطة في جمهور تيار وطني حر، وبقول لك انا بصدق جمهور تيار وطني حر عزيز، انتبه شو عم بقول لك، عزيز جدا كوادر تيار وطني حر، عزيز جدا وبتفوتوا من عليهم فردا فردا بالنسبه لنا. والرئيس العماد بشير عون هيبته وموقعه وحضوره كمان عزيز، ونظريه الرئيس القوي كل الناس بتعرف من وين طلقت بالبنشعي نظريه الرئيس القوي. نحن هون ما في مشكل بهذا الموضوع، ومن هيك انا بجي بقول لك انا احنا كجمهور تيار وطني حر بحب اقول النقطه الاساسيه، سامي فرنجي تم ترشيحه كان في معوقات وصول العماد ميشيل عون وكلتنا نعرفها، تم ترشيح سامي فرنجي لم يغدر، هي نقطة كتير أساسية، إنما جاهر بترشيحه. بعدين صار اللي صار، انتخب العماد ميشيل عون رئيس جمهورية، بيطلع سامي فرنجي أول كلمة بيقولها من ساحة النجمة إنه خطنا انتصر. نحن بمفهومنا الشمالي إذا بدك تعتبر مثل ما بيقولوا، أو بمفهومنا خلينا نقول الشمالي اللبناني التقليدي الآدمي إذا بدنا نعتبر، أنه نحن اليوم وصل العماد ميشيل عون، اليوم بيجي الأمور تقدر تتصلح بمبادرة بنوايا صافية إلى ما هنالك. إنما شو كان الموضوع؟ كان الموضوع أنه لا، بيجي سليمان فرنجي وطلع البيان من قصر الجمهوري أنه اللي عنده هواجس وطن، نحن ما عندنا هواجس نحن، ونحن مكفيين بالسياسة، ومثل ما شفت اليوم نحن عم نشتغل وموجودين وعم نروح وعم نبرم وعم نتمدد وعم نستقبل، وكل العالم بالنهاية عم بتمد إيدها لأنه ونحن واقع ما بنضحك على حنا، بنعتبر أنه لا في قبول لسليمان الفرنجي بوجدان. هلا نرجع نفصل، رح واصل لك للنقطة. فبقى بهذا الإطار نحن مثل ما هلا مبسوطين كتير منيح، هلا غيرنا بمد ايده نحن جاهزين بنوايا صافي، لانه قصه نوايا، نحن جاهزين لنوايا صافي، ما عندنا مشكل مع حدا ابدا، بس ولكن بقدر اقول لك باستراتيجيه بالقراءه السياسيه هناك ثمه من لا يريد ان تكون علاقه سليمان فرنجي، وكان هذا هدف. انتبه، تتذكر سليمان فرنجي شو كان ينقال عنه قديما؟ انه سليمان فرنجي
القريب جدا من قاعدة التيار الوطني الحر، وأنه بنهاية هو أقرب الناس للعماد ميشيل عون بهذا الموضوع قبل الجمهور. ثم من عمل على هذا الموضوع ليكون سليمان فرنجية على خلاف مع التيار الوطني الحر ومع جمهور التيار الوطني الحر. اللي بقدر أقوله أنا أنه نحن حققنا نقطة أساسية، أنه لم نختلف مع الجمهور، واحد لم نختلف مع كثير من القوى الموجودة داخل التيار الوطني الحر، لم نسيء إلى شخص العماد ميشيل عون الفخامة الرئيس، والأمور بنهاية المطاف ما خلينا غيرنا يصطاد بالماء العكر. هلأ بتقلي الأمور سمن وعسل؟ بقولك لا، أكيد من الأمور سمن وعسل بهذا الموضوع، بس ولكن نحن بهذا الإطار مقتنعين أنه عندنا حضورنا، شعبنا، تحالفاتنا اللي بنفتخر فيها، علاقاتنا السياسية اللي بنفتخر فيها، اللي ما بتتناقض مع أي مد يد من قبل أي طرف آخر سواء العهد أو غير العهد. لهيدول الأمور رح نرجع نفصلهم بالتفصيل بعد البريك، ولكن معنا حوالي الخمس دقايق. بدي استفيد منهم وأسألك، امبارح الوزير المشنوق يعني على السقف كتير، يعني انه هو استهداف، اعتبر لقاء وزير خارجية لبنان مع وزير خارجية سوريا المعترف بها والموجود بالأمم المتحدة هو اعتداء على رئيس الحكومة، ولح يكون في رد عليه، وعلى ما يبدو انه من الشكليات انه ما رح مع فخامة الرئيس على فرنسا. هل تعتبرون انه لقاء وزير خارجية لبنان مع وزير خارجية سوريا هو اعتداء على لبنان او اي شخص فيه؟ بهذا الموضوع بطبيعة الحال نحن نؤيد هذا اللقاء، ونحن نعتبر أنه الهدف السياسي مثل ما قال الوزير باسيل أنه عودة النازحين هذا أمر جوهري وسليم، ونحن نشجع على هذا الموضوع بطبيعة الحال. ونحن نعتبر أنه اليوم التعاطي مع ملف المقاومة من قبل التيار الوطني الحر أو من قبل فخامة الرئيس ومع ملف العلاقة مع سوريا يجب أن يكون في حالة تصاعدية، لأن يكون في حالي بعض الأحيان إذا بدنا نعتبر مرحلي أو ظرفي، لسبب كتير أساسي أنه نحن هذا الخط السياسي أكيد اللي نحن عطول منقول أنه انتصر، وهذا الخط السياسي انتصر ما انتصر على الطرف الآخر في هذا البلد، نحن نعتبر أنه لبنان انتصر وفق رؤيتنا، بس ولكن ما لم ينتصر لبناني على آخر. وبالنهاية المطاف نحن عودة النازحين السوريين اللي هي مشكلة كتير كبيرة، يعني يكون لبنان أو لا يكون. السؤال الأساسي إذا كان التيار الوطني الحر أو الوزير باسيل كوزير خارجي عم بيدفع بهذا الموضوع، أكيد هذا بنهاية أمر مشكور، وهذا أمر يجب أن مثل بيقولوا يصير في دعم له بهذا الموضوع، بس ولكن نحن بدنا نعتبر أنه نحن يجب أن يكون هذا الموضوع ضمن مسار مستمر في هذا الموضوع، لأنه الضغط في هذا الموضوع يوصل إلى نتيجة لا أن يخضع بيوم من الأيام لا سمح الله لأي مساومات ولا أي أمور أخرى يعني تعيق تنفيذ هذا الموضوع. اليوم اللي احنا عم نشوفه من خلال كلام ترامب بالأمم المتحدة وكل الأمور حول موضوع التوطين أكيد يقتضي بذل الجهود والالتفاف حول بعضنا البعض بهذه النقطة الأساسية والمصيرية، لأنه نحن رفضنا للتوطين بالقبل ما خلى يصير في توطين فلسطيني بلبنان، ورفضنا لتوطين إخواننا النازحين السوريين كمان بنهاية يجب أن يكون أساسي ولا يخضع للمناورة ولا يخضع للمزايدات السياسية. فيك ترجع النازحين من دون ما تحكي مع سوريا؟ أكيد لا، نحن بنحكي مع سوريا لأنه في حلك شغلة صغيرة. اليوم في نظام معترف فيه من قبل الأمم المتحدة من قبل العالم اللي هو الرئيس بشار الأسد. الرئيس بشار الأسد خاض الحرب عن كل العالم، مش مستحيين بهذه النقطة. رئيس بشار الأسد بالنهاية حارب الإرهاب، اللي نحن وقت بنحكي عن إرهاب داعش وعن إرهاب النصرة بالنهاية رئيس بشار الأسد مما يحارب معارضة سورية، ليس هناك من معارضة سورية فعلية موجودة على الأرض مع سلاح، إنما المعارضة اليوم اللي يقاتل بسوريا هن النصرة وداعش اللي نحن نعتبرهم منظمات. مضطرين بس في كلمة لرئيس الحكومة ومنرجع للحلقة. شو خص الطفل البريء يلي عم يلعب قدام بيته إذا في اثنين عم يتجوزوا؟ شو خص الصبية البريئة يلي قاعدة ببيتها إذا في واحد نجح بالبكالوريا أو بالبروفي؟ شو خص الأب والأم يلي عم يكدحوا ليأمنوا حياة كريمة لأولادهم إذا في دفن أو فرح بمنطقة بعيدة أو قريبة؟ نعم، رصاص الطايش إرهابي، رصاص الطايش إرهابي بحق كل اللبنانيين من كل المناطق من كل الطوائف من كل الطبقات الاجتماعية من كل الانتماءات السياسية. ما في يوم بيمرق إلا ما بنسمع عن مأساة ببلدنا سببها إطلاق النار العشوائي بالمناسبات أو من دون مناسبات،
هيدا الإرهاب لازم يوقف، لازم كلنا نوقف بوجهه، وكلنا حنوقف بوجهه مثل ما بنوقف بوجه كل إرهاب. ما في فرق بين الإرهاب المستتر بالدين أو بالسياسة وبين الإرهاب المستتر بالفرح أو بالحزن أو بالنجاح أو بالجهل. تعودنا نقول بهالمقاسة وعن حق وينية الدولة، واليوم الدولة جاية تقول وينو المجتمع، وينن رجال الدين، وينن المخاتير، وينن أعضاء المجالس البلدية، وينن النواب، وينن المواطنين. يضغطوا لمنع التدخل مع الشرطة أو القضاء لمصلحة مطلقي الرصاص العشوائي، يقاطعوا المناسبات يلي بيصير فيها إطلاق نار العشوائي، يبلغوا عن كل مطلق نار عشوائي، يعملوا توعية قبل كل مناسبة وبعدها عن مخاطر هالإرهاب من نوع آخر يلي عم يحصد يومياً أولادنا وأهلنا، كبارنا وصغارنا من دون سبب أو قضية. العالم كله اليوم بيقول إنه لبنان عايش بما يشبه المعجزة الصغيرة مقارنة بيلي عم يصير بالمنطقة، بفضل العمل اليومي للحفاظ على الاستقرار، بفضل تضحيات الجيش اللبناني، بفضل تضحيات قوى الأمن الداخلي وكل القوى الأمنية. بس شو بينفع كل هالشغل للحفاظ على الاستقرار لاستنهاض الاقتصاد وتأمين فرص العمل للبنانيين واللبنانيات؟ شو بينفع نبرم العالم لنجيش الدعم الدولي لنستثمر بالبنى التحتية والخدمات العامة لنأمن لأولادنا التربية والطبابة؟ كل هيدا شو بينفع إذا كان أي لبناني أو لبنانية معرضين بأي لحظة بأي مكان للموت برصاصة طايشة؟ الجيش وقوى الأمن عم بيقوموا بواجبهم وبأكثر من واجبهم، بوجه لهم التحية باسمكم جميعاً، بس هيدا مش كافي، المجتمع كله لازم يقوم بواجبه. سبب الوحيد انه نحن نعتبر انه جيشنا ابطال وقوى الامنيه ابطال، لانه هول بيعرفوا امتى يستحبوا السلاح، ان كان دفاع الوطن او الدفاع او الهجوم على اي ارهابي. بس هول اللي شايفين اللي حالهم انه هن الرجال بيحترم القانون. الرجال هن العسكر اللي بيعرفوا امتى بيسحبوا سلاحهم وامتى بيهجموا وامتى بيطلقوا نار. بس هول منهم رجال اللي عم يطلقوا نار عشوائيا، هول مفكرين انه عم يحصلوا على رجولتهم بس عم يرفعوا هالسلاح بالهواء ويقوصوا، لانه هن ناقصين فعليا رجوله. من كم يوم احتفل العالم بيوم السلام العالمي، ولبنان من الدول الملتزمه باهداف التنميه المستدامه للامم المتحده، وبشكل خاص الهدف رقم 16 المختص بالسلام والعداله والدعوه لضبط الاسلحه الصغيره والخفيفه. واليوم عم نطلق حملة معكم انتو القيادات المحلية البلديات والمخاتير لتوقيع وثيقة شرف تربط بين الضوابط الأخلاقية والضوابط القانونية، بين المواطن والدولة. يلي عم نطلقه اليوم حننقله على كل الأقضية، ومن هالمكان كمان حنطلق مسار تشريعي تشاوري وتشاركي
بيبدأ باستطلاعات آراء الناس واجتماعات ولقاءات مع كل المعنيين، مع أفضل الخبراء المحليين والعالميين، لنوصل لأفضل مشروع قانون لمكافحة هالظاهرة الإرهابية، مش بس للبنان بل ليكون كمان نموذج لكل المنطقة العربية. حنشتغل مع كل أصحاب التأثير على سلوكيات الناس، أحزاب وجمعيات وكشاف ومؤسسات دينية وإعلامية وتربوية ونقابات وغيرها، للتوعية، للعمل، للضغط، ليصير مطلق النار العشوائي منبوذ بمحيطه. آن الأوان لتوقف هالظاهرة، آن الأوان لننقذ أولادنا وأهلنا بكل لبنان من الإرهاب، من هالإرهاب المتنكر بزي عادات ما إلها لا علاقة بمعتقداتنا الدينية ولا بعاداتنا الثقافية ولا بيلي نستحقه كلنا من حياة كريمة وآمنة من الرصاص العشوائي ومن الخوف العشوائي. عشتم وعاش لبنان. مشاهدينا، بريك سريع ونتابع من بعد هذه الحلقة مع مسؤول إعلام في تيار المردة المحامي سليمان فرنجي. تابعونا. ننتقل إلى الاتحاد العمالي العام للسماع إلى مقرراته. سلسلة وتسعى جاهدة إلى وضع القطاع العام بمقابل القطاع الخاص عبر فرض ضرائب جائرة تطال الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود. نحن منعلن أنه نحن ضد كل الضرائب التي تطال العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود، وخاصة الضريبة على القيمة المضافة. وما عرض بالأمس أثناء لقائنا مع دولة الرئيس الحريري من بعض الأمور تشابه زيادات معينة أو أكثر مما هو مطروح رفضناه فوراً، وما طرح من تأخير شهر للدفع رفض فوراً ورفض قاطع، وأعلننا هالشيء لوسائل الإعلام ومنكرره اليوم. اللي بده يدفع بعد شهر في يدفع هلأ، طبعاً بمفعول رجعي لأنه فخامة رئيس الجمهورية وقع السلسلة بعشرين آب، يعني بيستحق لنا شهر وعشرة أيام. أما التأخير والتزرع بموارد ضريبية هيدا مش شغلتنا بالاتحاد العمالي العام. نحن منضوي على الريوع الكبيرة التي يجب أن تدفع الضرائب والتي تتهرب من الضرائب، وبلغت قيمة التهرب الضريبي 4.6 مليار سنة 2016. طبعاً مش نحن اللي منقدر نتهرب من الضرائب. قيمة الدين العام زادت من 2012 لل 2017 20 مليار دولار، مش بسبب السلسلة. التعدي على الأملاك البحرية والأملاك العامة وأملاك سكك الحديد والأملاك النهرية مش نحن اللي منقدر نعمله. التهرب الضريبي مش نحن اللي منقدر نعمله. الصفقات بالكهرباء وبالمياه وبالنفايات وببطاقات الانتخابية مش نحن منقدر نعمله. نحن نتعرض لحملة شرسة من اليد العاملة الأجنبية، من الصرف التعسفي، من محاولة التهرب من دفع السلسلة، من التهرب من لجنة المؤشر وهي دعوة صريحة إلى تصحيح الأجور بالقطاع الخاص وعدم دفع الضرائب الجائرة. يجب أن تضع الحكومة سياسة ضرائبية جديدة تتناسب مع الطبقات الوسطى والطبقات الفقيرة والعمال والموظفين. يكون في سياسة اجتماعية يكون فيها مستشفيات حكومية وطبابة لكل الشعب اللبناني. هيدا كله منو موجود، وهيدا كله عم نتحمل وزره نحن كعمال، ونطالب بالسكوت. الأدهى انه نحن نطالب بالسكوت.
إذا حكينا كلمة ينسب تحركنا إلى فلان أو علتان. نحن نتحرك بدوافع عمالية أولاً وأخيراً، وأهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية. إذن مشاهدينا، استمعنا إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد العمال العام بشارة أسمر. في حركة بالبلد إن شاء الله يكون فيها بركة، يعني من ضد رصاص الطايش لحقوق العمال وسلسلة الرتب والرواتب. الاتحاد العمال العام مستمر بإضرابه مثل ما قلنا، وحتى كمان هناك بيانات تصدر عن روابط الإدارة أيضا مستمرين بإضرابهم ليوم غد ومكفين فيه. تننتقل بالوقت المتبقي لقلنا لملفات شوي. نعم. العالم كمان بدها تسمع رأي يكون فيها. نعم. الانتخابات النيابية. نعم. في حكي طالع أو صيت أو شعار أو ما بعرف شو هو، إنه اليوم تيار المرضى يعني الزفت بيت العنوان الانتخابي الأول لتيار المرضى، إن كان بالبترون إن كان بالكورة إن كان حتى بكسروان إن كان بجبيل. المفتاح للدخول إلى هذه المناطق لدعم حلفاء تيار المرضى أو اللي بدو يكونوا بوجه اللوائح التيار الوطني الحر هو الزفت الانتخابي. لماذا تلجؤون إلى هذه الوسيلة لخوض الانتخابات؟ لك حقيقة خصمك بالسياسة في يقول البدوي، وأنت كمان فيك تقول البدك. يعني اليوم أنا بتهمني بالزفت، بتهمك بالسرقة، بتهمك بالفساد. أي طرف سياسي عم بيتهمنا، بنعتبر نحن أنه بالنهاية في شعب وبيقرر. أنا اليوم إذا استعملت الزفت عم بستعمل ماني مخير في القانون، وعم بزفت عبر رؤساء البلديات، أكيد طبيعي عبر الحلفاء بطبيعة الحال، ما مش مستحيين بهذه النقطة. المناطق المسيحية بعمرها ما كانت محرومة من هذا الموضوع. بعمرنا كنا نشوف الزفت بيصير بأيلول بتشرين، اليوم شفناه بتموز وبحزيران. بطبيعة الحال ما مستحيين بهذه النقطة. هذه النقطة لا فيها فساد ولا فيها سرقة ولا فيها هدر، موجودين بالسلطة. ما فيها صرف نفوذ من قبلكم لدعم أشخاص ضد أشخاص؟ ما صار هذا الموضوع مثل ما أنك بتحطه بهذا الإطار. بس ولكن إذا بدنا نفوت بهذا النقاش بالنهاية، بدل إذا بدنا نعتبر موضوع مثل ما قلت لك ليخضع للفساد ليخضع للهدر ليخضع إلى كل هذه الأمور اللي نحن عم نشوفها. أدائنا إذا بدنا نجي نعمل تقييم، بدنا نعمل تقييم جردي كيف كان أداء الوزير فنيانس بهذا الموضوع، سواء عبر المناقصة الحرة والشريفة والشفافة اللي صارت واللي عوضت على الدولة بملايين وملايين ومئات ملايين من الدولارات اللي نحن أكيد مخسرين فيها، وحتى رئيس جمهورية فخامة الرئيس افتخر فيها بالوقت اللي غيرنا منه ما يروح على دائرة المناقصات، راح تحت ضغط الناس بموضوع البواخر. اليوم نحن بالنهاية إذا مثل ما بيقولوا الأمور إذا بنحطها ضمن المشرحة السياسية، بدنا نحط الأمور بإطار الموضوعي وبنقد ذاتي وبمسؤولية سياسية وبالتقبل وبصدر الرحب، لأنه نحن اليوم بنهاية المطاف استغلال النفوذ. تعرف تماما أنت أنه اليوم نحن إذا بدنا نجي نعمل عملية نقاش منطقي، بنجي منشوف وزارة الطاقة على سبيل المثال إلى 12 سنة بحوزة التيار الوطني الحر، بعدنا 12 سنة لحد اليوم وزارة الطاقة مش قادرة عم تأمن كهرباء بهذا الموضوع. بيجي طرف بيجي بيدافع عن حاله بهذا الموضوع، بيجي أنا ما فيني أنا رد عليه بالطريقة العشوائية وقال له ما معك حق، لا أنا بخضع الموضوع للنقاش. بس ولكن إذا بدنا نجي نأخذ الأمور بصورة شاملة، بنعتبر نحن أنه دك جابرييل أنت قاري تاريخ وأستاذ وبالنهاية إعلامي وبتعرف أنه سليمان فرنجي والمرضى منا بحاجة لزفتة تفوت على كل المناطق، وتيار وطني الحر هو أكثر تيارات سياسية اللي بيعرف تماما حضور سليمان فرنجي ووزنه. طب ليش عم تستعملوا الوسيلة ما لكم بحاجة لإلها؟ والحرب اللي شنت اللي قلت لك عنها بإبعاد سليمان فرنجي عن الجنرال عون هي كانت دليل ساطع على قبول شعبية التيار الوطني الحر والتيار الوطني الحر لسليمان فرنجي، واتهم سليمان فرنجي بفترة أنه هو حيكون وريث العماد ميشيل عون الله يطول بعمره. والحرب اللي شنت على سليمان فرنجي تحت هذا الشعار، من يستطيع أن يدخل إلى قلوب التيار الوطني الحر ويدخل إلى قلوب المنين ليس بحاجة إلى زفت تيفوت على هذا الموضوع. أنا برأيي الحركة السياسية اللي نحن عم نقوم فيها واللي نحن بالنهاية عم نحكي عناوين سياسية فيها، لأنه اليوم إذا بتروح أنت اليوم عند فريد هيكل الخازن مثلا على سبيل المثال عنده حضور شعبي موجود وتاريخي، عمل نايب ما عمل نايب هذا موضوع آخر بس ولكن موجود، أو بتروح عند إبراهيم عزار هذا الزلمي موجود مش بحاجة لزفت يكون موجود، أو بتروح عند الشيخ بطرس حرب موجود، أو بتروح عند أستاذ هادي حبيش موجود، أو عند أستاذ جبران طوق موجود،
موجود، أو عند السيد مريم سكيف موجودة، أو عند القوات اللبنانية هنا موجودين، أو عند حزب الكتائب موجودين، أو حتى عند التيار الوطني الحر موجود، لأنه في كتير ناس من التيار الوطني الحر ومن نواب التيار الوطني الحر أكيد بيطلبوا خدمات وهذا حق طبيعي بالنسبة لهم. بهذا الإطار نحن برأيي هذه التهمة مردودة، لأنه إذا منشوف إنجازات وزارة الأشغال في هذا الموضوع على صعيد الطيران المدني، على صعيد مطار اللايعات هلا اليوم، على صعيد كثير من الامور الملفات التقنيه، يعني انا اليوم اني ذاكرها، يعني بطبيعه الحال بتشوف انه لا اداء عم بيكون جدا جدا موضوعي اليوم وشفاف. هيدا بدنا نتركه للراي العام بالطبع على كل وزاره هين، بس انا عم نعرض ما ينقل وما يقال، يعني تناخذ اجوبه عليه أكيد. ليست اتهام للوزير أكيد. وكما ليست تبرئه له، لا 100%. رح لك شغله صغيره اليوم، بس السؤال الذي يطرح يعني على ما يبدو أن تيار المرضى الذي يقول أنه يريد أن يكون متواجدا بكل المناطق اللبنانية، نعم. كم حزب سيرشح تيار المرضى على الانتخابات وتكون جزء من كتلته، بوقت هناك من يقول أنه يسعى إلى تجميع بعض الأشخاص، فائز من هون فائز من هون، عندهم مشاكل مع العهد أو مع طرف تاني، ليكونوا قوام ليست تبعيته ما عدا توني فرنجية؟ من هو الحزب الذي سيرشح تيار المستقبل للانتخابات النيابية؟ خليني أقول لك، نحن بالنهاية نحن بشمال لبنان عندنا حزبيين، بخارج شمال لبنان عندنا حلفاء وأصدقاء ندعمهم بقدرتنا. نحن ما ادعينا أنه نحن قادرين نتمدد على مستوى لبنان كحزبيين ونفتح مكاتب إلى ما هنالك، لأنه نحن مقتنعين بواقعنا أنه نحن هيدا حجمنا السياسي وحجمنا الشعبي. بس ولكن بين الحجم والتأثير هناك أكيد شيء يجب أن يخضع للنقاش. يعني أن يذهب مثلا افترض اليوم الوزير الفرنجي إلى منطقة سياسية معينة له تأثير على الناس، معنوي على الناس، الأمور تتقبل فكره السياسي، هذا أمر موجود وين ما كان بأي بقعة سياسية بالبلد. أما أنه نحن نعتبر أنه لازم نرشح حزبين تكون على مستوى لبنان، هذا مش شرط سياسي. اليوم نحن خارج شمال لبنان أكيد نحن ندعم حلفاء، بشمال لبنان أكيد عندنا مرشحين مثل أستاذ فايز غصن، ستوني فرنجيل، وزير دويه، أستاذ كريم الراسي، أستاذ رفلي دياب، عندنا أكيد بالنهاية عندنا حضور بالنهاية ومرشحين، وعلى أكيد أكيد هم مرشحين من قبل تيار المرضى. أما بالنهاية المطاف أنه نعتبر أنه اليوم مني هو المرض اللي عم بيتمددوا، وشو هالمط الأحجام إذا صح التعبير. لك أستاذ جابرييل، إذا بدنا نرجع لهيدي النقطة بدنا نرجع كيف صار قطع قانون الانتخاب ونشوف من لديه الإحراج في التمثيل السياسي والشعبي ومن ليس لديه الإحراج في التمثيل السياسي والشعبي. نظرية فلسعيد يعني سقطت لآلة بالعام 2005، حدودكم المدفون بتعتبروا أنه ستسقطونها عمليا واقعيا؟ أنت بتعرف تماما أنه لا، هذا الموضوع اللي طرحه الوزير فارس سعيد يعني بأنه للأسف يعني طلع في ناس أكثر من فارس سعيد وهي من اللحم الحي عملته، ولكن بالنهاية المطاف مثل بيقولوا كل شيء بيتصلح. نحن بالنهاية الحدود بدي خبر خبرية. اليوم وقت الرئيس فرنجي كان رئيس جمهوري سنة 70 وكانت رئيس الجمهورية بعزة ويربع على صوت واحد، كانت كتير ناس ما تأخذني بالكلمة كانت بغير محلات، يعني تما نقول بهذه الإطار. هلأ اليوم وقتها كان عندنا مرشحين بكل مناطق أكيد يم رئيس فرنجي، كمان بالنهاية الظروف السياسية اللي قطعنا فيها من بعد بجرة أهدن إلى ما هنالك تختلف، ومن بعد التسعين والواقع اللي صار بالنهاية أمور بالنهاية ظروف تحكم تحكم. هلا اليوم الظروف اكيد وقتها بتتغير، انت بتعمل حركه سياسيه. انكسرت جرتكم اليوم مع ميشيل معوض بصغرتها، يعني ما جمعته الانتخابات البلديه ستفرقه الانتخابات النيابيه ام لا؟ خليني اقول لك شغله، نحن بالنهايه عندنا حلفاء سياسيين احنا موجودين، وبطبيعه الحال بالنهايه دي انتخابات بلديه شاركنا فيها، وبالتالي لم يكن هناك اتفاق سياسي على موضوع الانتخابات النيابيه او اي امر اخر. بالنهايه اليوم نحن في نقطة أساسية كتير جوهرية، أنه نجي نفكر بالنهاية التأثير السياسي اللي كنت عم بحكيك عنه، بدنا نجي نفكر بإطار اليوم مقاربة خصوصي على الساحة المسيحية. مخطئ من يظن أنه الستاتيكو بعد ذاته على الساحة المسيحية، هذا رأينا الموضوعي وهذا يخضع للنقاش، لأنه اليوم الأمور تبدلت، واليوم وصل اليوم رئيس جمهوري قوي يمثل أغلبية المسيحيين أو شريحة كتير كبيرة من المسيحيين على سدة رئاسة الجمهورية، اعتبروا المسيحيين أنه وصلهم حقهم بهذا الإطار. انتبه، فوجئ المسيحيين وكثير من الناس بما فيه الناس المؤيدة لعماد عون، لفكر الرئيس عون، أنه لم يتبدل أي شيء. هذا الموضوع بطبيعة الحال منطقيا ينعكس على الأرض،
اليوم ينعكس على الأرض كيف، أنا بقدر أجي شك بكثير من الأمور. أنا إذا رأبت سياسة التيار الوطني الحربي بشخص الوزير وزير خارجي جبران باسيل بالذهاب نحو قانون انتخاب، أولا يذهب إلى الأكتري بشارع المسيحي ويهرب من النسبية بشارع المسيحي ويعطي النسبية إلى المناطق الأخرى بكذا قانون طرح، أنا أكيد كان عنده قراءة، لأنه هو إنسان رجل علمي بطبيعة الحال، يعني أنه هو مأزوم على 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 الصعيد المسيحي لسبب كتير أساسي، إن شاء الله يكون مغلط. لأنه بنهاية المطاف برجع بقول لك أنه من هو التيار الوطني الحر؟ جمهور التيار الوطني الحر يقوم على فكر العماد ميشيل عون، انتبه، وعلى خطاب العماد عون، وعلى طرح العماد عون، وعلى إيمان بالعماد عون بوطنيته وببعده عن الفساد إلى ما هنالك. هل نحن أمام اليوم وصول العماد عون، هذا الرجل اللي كنت عم أقول لك كيف عم يدافع عن حقوق الناس بالرابي من 2005 إلى اليوم، هل نحن نشهد هذا الأمر من بعد وصول العماد عون إلى سدة رئاسة الجمهورية الأمر زيته؟ أنا بعطيك مثال صغير صغير جدا ومهم كتير بالنسبة للمسيحيين ومهم كتير بالنسبة للناس. في انتخابات فرعية اليوم، مقعد العماد ميشيل عون، عمل عماد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، كان واجب حصول انتخابات فرعية بكسروان وبطرابلس كمان. هذا الشيء نص على الدستور بالمادة 40 أو 41 إلى ما هنالك. العالم بتعرف إنه العماد عون أقسم على الدستور. من يمنع الانتخابات الفرعية؟ وصل لك. اليوم ما في انتخابات فرعية. منعت الانتخابات. مين اللي منع؟ انتخابات الفرعية مين منع؟ أنا ماني ما أجي عم بحكي عن قوة معارضة اسمها التيار الوطني الحر. لا، أنا عم بجي عم بحكي عن قوة موجودة في السلطة. قوة موجودة في السلطة، هناك رئيس جمهورية، هناك قوة موجودة في السلطة، ونحن ندرك تماما كيف تسير الأمور في هذا البلاد. ولكن على مستوى السلطة هذه القوة اللي أنت عم تحكي عنها أعطت رأيها، قالت أنا مع الانتخابات الفرعية، طالبت فيها بموقف بتكتل تغيير والإصلاح، طالبت مجلس وزراء، ولكن المبادرة من الطرف الآخر إذا بدنا نعتبر لا من رئيس الحكومة ولا من وزير الداخلية. خلينا نعمل مقارنة بين الكهرباء والبواخر كمطالبة وبين انتخابات فرعية كمطالبة. لو صرف التيار الوطني الحر والوزير باسيل مثل ما هو يتصرف في موضوع البواخر، موضوع الانتخابات الفرعيه كانت صارت من شهر. وانا بدي اقول لك شغله صغيره، العماد عون اللي برجع بقول شخصيه استثنائيه، وانا برجع بقول لك انا وش عم بيقولوا دق الاسفين، انا بحكي موضوعيا. اليوم اذا بده يعملها بيعملها، وانا حقول لك اكثر من هيك، كيف بتطلع فيها اليوم؟ من المستفيد منها؟ المستفيد منها اكيد انتخابات، بس مستفيد منها شخصيا العميد شيمن روكوز اللي هو عنده احتمال كتير كبير انه يعمل نائب. هيدا منطق الامور. طيب انا اليوم وقتها بدي اجي افكر انه انا عندي رمز وطني اسمه العميد شيمن روكوز، بقياده الجيش ما توفقت فيه، بوزاره ما توفقت فيه، بالانتخابات النيابيه الفرعيه ما توفقت فيه، طيب انا انه بنهايه المطاف انا بدي دافع عن شخص انا بشايفه بالمؤسسه العسكريه وهو ما خصني فيه، انا هو بخط سياسي وانا بخط او مش بخط سياسي، ضمن فريق سياسي وانا ضمن فريق سياسي اخر. انا مش عم طالب على الي، انا عم طالب ضمن الاستقامه الوطنيه، ضمن الاستقامه الاداريه، ضمن هذا الموضوع اللي عم طالب فيه. انا من ماشي انا تنقت يعني اذا نحن عم نسلم بهذا الامر واكيد لازم تجرى الانتخابات. نعم. ولكن من عطلها هو من يتحمل المسؤوليه وليس من يطالب فيها. الفرعية طبيعي، من يطالب فيها ما بتجي بتحمله الوزر، بتروح بتحمل الوزر لمن لا يريده. يعني يقال انه طرابلس هي المأزق وليست كسروان المأزق، والرئيس الحريري لا يريده لاسباب معينه. أنا تبين انت قبل الشمال عندك جو اكثر. ممكن 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 استاذ جابرييل، بس انا اللي تبين لي انه في شخص واحد طالب فيها وسعي لاجله وقاتل من وينها، هو دوله الرئيس نبيه بري، وباقي ما تبقت عطى معها بمنطق خجول جدا لما يطلع بيان بعد اجتماع تكتل مزبوط. وحتى نحن مع الاجتماع الفرعي الان حتى الوزير باسيل غرد بالموضوع، انتبه انه بدنا الانتخابات هن. بس ولكن انا عم بقول لك شغله صغيره، اليوم اذا اليوم نحن بعهد تغيير والاصلاح بعهد العماد ميشيل عون، اليوم الوزير اليوم فخامة الرئيس قادر يفرض هذا الموضوع، وبعد ما خلصنا نحن في مهله 6 شهور، المهله 6 شهور اللي عم بيقول عنها الدستور يجب ان تحترم، ونحن بنعتبر الوصول الى هذا الموضوع هو دليل على انه هيدا عهد تغيير واصلاح، واذا ما ذهبنا بنكون نحن عم نشبه العهود السابقه، لانه العهود السابقه كانت تسلق الامور من ايام غازي كنعان لليوم، تسلق الامور وتمشيها. اليوم نحن بهذا الاطار اللي قال انه تخبزوا بالافراح وليس العماد عون او الوزير جبران باسيل بقصه الانتخابات الفرعيه، الا تلوم على النيه انه هو ما بقى بده اياها كمان؟ لا ما هو طالب، ما هو جزء من طاوله الحكم، جزء من طاوله مجلس الوزراء. جابرييل انا طالما المهله الدستوريه لا تزال تسمح، لماذا اطلق الموقف المصدر؟ اليوم هذا الموضوع يعود الى السلطه التنفيذيه،
خلينا نكون واضحين، ونحن بنعرف تماما التنسيق الواضح وبالطبيعة الحال التقارب او التفاهم او الالتقاء او بين اليوم التيار الوطني الحر او بالاحرى رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، وبالتالي الذهاب الى هذا الموضوع يستطيع ان يكون بالتفاهم، لانه فخامة الرئيس عنده القدرة وعنده المونة انه يذهب بهذا الاتجاه. هلا بتقلي ليش ما عم بتصير في افريقيا متضررة من هذا الموضوع؟ ممكن انه يكون في افريقيا سياسي ما بدها تكشف وراء السياسي هلا قبل الانتخابات النيابية، في افريقيا متضررة يمكن ما تقدر تحوز على تقدر تستعيد التمثيل، ممكن انتبه هيدا امر ممكن، يعني انا مش عم بجزم فيه بس ولكن هيدا ممكن، بس ولكن نحن ان نذهب الى هذا الموضوع بحرية تامة والنتيجة اللي تطلع تطلع، وبنهاية المطاف نحن بنكون صادقين مع نفسنا ومنسجمين مع نفسنا، وهذا الشيء اللي نحن نطلبه. هذا طلب برجع بقول لك موضوعي، بس ولكن صح. نحن كتير صريحين، هيك كنا بعلاقتنا مع التيار الوطني الحر وهيك حنستمر نقول الحقيقة مثل ما هي. كيفكم بالعلاقة مع القوات اللبنانية؟ منيحة، يعني كان في نذهب إلى التطبيع مع القوات اللبنانية، تطبيع وليس أكثر. لا نذهب حاليا المراحل، خلي الأمور مفتوحة على مصراعيها. نحن ما معقدين من حضورنا مع القوات، من تعاطينا مع القوات. اليوم في تفاهم على انه يكون في تطبيع، الامور في امور نتفق عليها، في امور شو اكيد حدود التطبيع عليها. بالعلاقه للعالم تفهم شو المقصود بالتطبيع، العلاقه بين المرده والقوات اللبنانيه، يعني ليك نحن ممكن باستراتيجيه ما نتفق معه، اكيد نحن عندنا مبادئنا ورؤيتنا تختلف عن رؤيتهم، بس ولكن نحن بنعتبر انه في كتير امور قادرين نتفق عليها. نحن بنعتبر انه نحن الانتخابات النيابيه منا ممكن طبعا ممكن في انتخابات، مثلا انتخابات في 7 شهور او 8 شهور اللي هن بنهايه المطاف ما حدا بيعرف وين بنوصل بالعلاقه، بس ولكن عم بيكون في كتير وضوح وعم بيكون في كتير جرأة بمقاربه الملفات، وعم بيكون في كتير اذا بدنا نعتبر رؤيه مشتركه بكتير من الامور. ان شاء الله خير. ادائنا بالوزاره ملفت انه يشبه اداء وزراء القوات اللبنانيه بكتير من الملفات، وهيدا عامل ايجابي، هيدا عامل جريء، يعني بمحل معين اليوم كان في جرأة بتعاطي الاحزاب بين بعضها، سواء القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر، اليوم تيار المرده مع القوات اللبنانيه، تيار المرده قبل مع الكتائب اللبنانيه. هيدا امر نحن بنشوفه ما لازم يكون مدعاه تخشي عند احد، انما هيدا من اجل البلد ومن اجل مصلحه المسيحيين. ممكن يصير في لقاءات او مستبعده حتى الصيام لقاءات على مستوى اعلى، يعني لقاءات تنسيقيه، مع احترامنا اكيد للوزير يوسف سعاده ولا من يلتقيه، ولكن هل وارد لقاء الوزير سليمان فرنجيه مع الدكتور سمير جعجع؟ نحن بنعتبر اذا بدك بهذا الاطار انه كل شيء وارد، ولكن هذا الامر ليس مطروح حتى الان، يعني موضوع لقاء ماذا ينتظر؟ يعني الامور بعدها بمسارها، يعني اليوم نحن هيدي امور مفتوحه، اكيد تطورت عن السابق ما كان هذا الجو موجود، ما كان في زياره اكيد لتوني الشدياء على بنشعي، للوزير سعادي على معراب الى ما هنالك، بس وزير حصباني والوزير ايش بس، ولكن ضمن الاطار التنسيقي المباشر كان عم الوزير سعادي والاستاذ توني الشدياء، ولكن بين هذا المطاف كل الامور مفتوحه على مصراعيها، ولكن نحن بنعتبر لا كفى، ولكن نحن بنعتبر انه هذا الموضوع هذا حق طبيعي للناس، يعني لجمهورين علينا نحن ولكل الناس، لانه بالنهايه التعاون والانفتاح بالنهايه اكيد ينعكس ايجابا على الشارع، ونحن كمسيحيين عندنا ازمه، وهون النقطه المركزيه، ما بدنا نجي نحن نخسر شيء عملناه نحن. نحن كمسيحيين اكيد بدعم حلفائنا وبالتحديد بدعم حزب الله، وصل الرئيس القوي في إنجاز معين، المسيحيين عملوا أول إنجاز، هذا الإنجاز يجب أن يستكمل، أن يستكمل بمزيد من الحضور على مستوى الدولي، على مستوى المشاركة السياسية. بطبيعة الحال هذا الأمر يجب أن يحصل بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية، واعتبار أنه أي وقت بيوصل أي رئيس مسيحي قوي وبالتبريعة الحال يجب أن يضطهد الباكيون، لا، هذا أمر يجب أن نتصدى له ونطلع منه. مع الرئيس الحريري العلاقة كيف؟ علاقة جيدة مع رئيس الحريري، أكيد صارت العلاقة من بعد ترشيحه لاستعمال الفرنجية أخذت منحة مستقر، وأكيد نحن نحترم هذا الرجل، نحترم العلاقة مع هذا الرجل، وبنهاية سقفة هيدا سقفة، أكيد في كتير أمور نحن بنختلف نحن معهم فيها أساسية وجوهرية، بس ولكن نحن بنعتبر أنه اللي عم بتقوم فيه المقاومة واللي قام فيه الجيش اللبناني
سواء على مستوى جرود عرسال أو مستوى جرود القاع وبعلبك، بالنهاية يفيد كل الناس، ونحن نعتبر أنه الرئيس الحريري من أوائل الناس المستفيدين من هذا الموضوع، لأنه بالنهاية رئيس في الحريري باعتداله بحضوره إلى ما هنالك يعني يشكل واجهة لبنانية حضارية، وبطبيعة الحال يجب أن يستفيد من ضرب داعش والنصرة في هذا الموضوع، شأن كثير من اللبنانيين. ونحن نعتبر أنه بلدنا أصبح آمن، وبطبيعة لنتفرغ إلى الاقتصاد، لنتفرغ إلى البيئة، لنتفرغ إلى كل هذه الأمور، لأنه استراتيجية اللي نحن مأمنين فيها هي حمية واقع بلدنا، وبالتالي يجب أن نتفرغ لكثير أمور هلأ بحاجة لها الناس. نحن للأسف حلقتنا خلصت، كان في نقل مباشر لكلمة رئيس الحكومة سعد الحريري ولا الاتحاد العمل العام. أهلا وسهلا فيك مسؤول الإعلام بتيار المرض المحامي سليمان فرنجي بالأو تي في، ضيف عزيز ودائم. ومشاهدينا بدنا نشكركم على هذه المتابعة لهذه الحلقة، على أمل أن نكون أجبنا فيها على بعض التساؤلات، وأن تحمل الحلقات المقبلة إجابات عن تساؤلات أخرى. ألقاكم بنشرة 2 وربع، إلى اللقاء.